انا هنا ممكن رائد اعمال ندير في فلوس نحقق فيها ارباح وندفع ما تعملش في كوبايات خط روح. يحاول انه يستخدم كوبايات اشرب وعطي يكون في ربحيه في رياده الاعمال المجتمعيه، بس ما هي كل شيء. ممكن الواحد يتغاضى الجول مش موجود. في نهايه اليوم الراجل طلع فلوس ويدار انها مش ممكن يعاد استخدامها وتدويرها. و تقديم خدمات تعليميه ميسرة للجميع من حيث شديد. ريادة الأعمال المجتمعية هي مش بس لصاحب رب العمل أو لأصحاب البزنس، وإنما للمجتمع ككامل. وفرنا فرصة عمل لهؤلاء الناس. هذه ممكن لعمالة معينة موجودة في منطقة معينة. محمد بورقيبة هني متطوع اليوم في مع حاضنة عمال شباب البغازي. كانت عندنا حدث هو كارير اكسبو ايفنت. الحدث هذا في جانب من تغطية اسبوع الريادة العالمي. الحدث هذا كان نحن نستهدف فينا نحن ندير ورش عمل من هنا السوفت سكيلز بحيث يطور من الطالب ويجهز لنا سوق العمل، وايضا غطينا من ناحية تخصصات بالخصوص يعني من ناحية الاي تي من ناحية الهندسة، كيف الطالب ممكن وشن يدير بعد الجامعة وكيف يطور من نفسه باش يوصل لسوق العمل وباش يوصل للشغل. أيضا اليوم حيكون عندنا جلسة حوارية مع شخصيات مهمة وكبيرة في ريادة الأعمال، الطلبة حيستفيدوا من خبرتهم، وكان الحضور كبير والحدث ناجح كيف ما كنا نحن متوقعين. وإن شاء الله يعني ما يكونش أول حدث، حيكون حتى في السنة الجاية والسنين اللي بعدها. الأمثلة كثيرة. لو خذيتوا أي بزنس، بزنس بتاع كمضار المخلفات الصلبة للأسف هتمشي للاندفيل. ممتاز. المؤسسة غير